أهلا بكم أصدقائي. لم يشهد الميركاتو الحالي صفقات ضخمة على عكس سابقيه، حيث غلب عليه الاتزان خصوصا من الأندية الكبرى، إضافة لهيمنة صفقات الإعارة. لذا وبعد الجزء الأول من سلسلة ميت سبورت الخاصة بصفقات الشتاء الرسمية، والذي ضم صفقات مهمة كانتقال سواريز إلى إنتر ميامي وفيتور روكي إلى برشلونة، جاء اليوم الدور على الجزء الثاني والأخير، بحيث ستشاهدون معنا أقوى 15 صفقة تمت رسمياً قبل غلق الميركاتو الشتوي. قبل أن نواصل هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد ميت سبورت. وجهة جديدة لأصحاب الخبرة. في صفقة انتقال حرة، عاد جوردان هندرسون إلى أوروبا من بوابة أياكس لمدة موسمين ونصف بعد إنهاء عقده مع الاتفاق السعودي. كما انتقل بونوتشي إلى فنربخشة لستة أشهر بشكل حر أيضاً بعد إنهاء عقده مع يونيون برلين بالتراضي. وعاد الكرواتي بيريسيتش إلى بلاده بالانتقال إلى هايدوكس بليت من توتنهام كمعار حتى نهاية الموسم، ومن ثم ينضم بشكل حر، فيما عاد المكسيكي تشيشاريتو إلى ناديه الأم تشيفاس بشكل حر بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي. ونفس الحال بالنسبة لفيدال العائد إلى كولو كولو تشيلي لمدة موسم قابل للتجديد، وذلك بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو بارانينسي. كما انتقل الكرواتي راكيتيتش إلى دوري روشن من بوابة الشباب مجاناً بعد فسخ عقده مع إشبيليا على أن يرتبط مع الفريق السعودي بعقد لموسم ونصف. ريال مدريد يواصل الاستثمار للمستقبل. رسمياً تعاقد الملكي مع الجناح الشاب جيريمي دي ليون قادماً من كاستيلون بدور الدرجة الثالثة الإسبانية حتى صيف 2027، على أن يتواجد صاحب 19 عاماً الذي يحمل الجنسية بورتوريكو بين صفوف كاستيا. كما أكدت مصادر عدة بينها صحيفة آس أن المرينجي حسم تعاقده مع الحارس الأوكراني إيليا فولوشين ابن 17 عام والذي يتجاوز طوله المترين قادماً من صفوف رايو ماخاداوندا بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف، مع توقعات بمشاركته مع فريق شباب المرينجي تحت 18 عام. كلاوديو إيتشيفري إلى مانشستر سيتي. بحلول الموسم المقبل سيخوض صانع الألعاب الأرجنتيني ابن 18 عام أولى تجاربه الأوروبية، حيث حصل مانشستر سيتي على خدماته حتى صيف 2028 مقابل 14.5 مليون يورو قادماً من ريفر بليت، على أن يبقى معاراً مع الأخير حتى نهاية الموسم. ماركوس ليوناردو إلى بنفيكا. تعزيز جديد ينضم إلى نسور بنفيكا من أراضي السامبا، حيث أعلن النادي البرتغالي تعاقده مع المهاجم البرازيلي صاحب 20 عام قادماً من سانتوس لمدة 5 مواسم ونصف مقابل 18 مليون يورو. سيرجيو ريجيلون إلى برينتفورد. بعدما قطع مانشستر يونايتد إعارته وأعاده إلى توتنهام، انتقل الظهير الأيسر الإسباني ابن 27 عام في إعارة جديدة إلى برينتفورد حتى الصيف المقبل، وذلك لسد الفراغ الذي تركه ريكو هنري بعد تعرضه لإصابة في ركبته ستفرض عليه الغياب حتى نهاية الموسم. ثلاث صفقات إلى ليون. في سعيه لتجنب الهبوط دفع ليون 29 مليون يورو لنظيره جينت، وذلك بضم المهاجم والجناح البلجيكي مالك فوفانا صاحب 18 عام حتى صيف 2028 مقابل 17 مليون يورو، وزميله المهاجم النيجيري جيفت أوربان البالغ 21 عام مقابل 12 مليون يورو بنفس مدة العقد. كما تعاقد النادي الفرنسي كذلك مع الصربي ماتيتش ابن 35 عام من رين لعامين ونصف مقابل 2.5 مليون يورو. ثلاث صفقات إلى نابولي. لتحسين المسار وإضافة مزيد من الجودة، تعاقد نابولي مع الجناح والمهاجم البلجيكي سيريل غونغ ابن 23 عام من هيلاس فيرونا حتى صيف 2028 مقابل 18 مليون يورو، مع إمكانية تمديد العقد لعام إضافي. كما تمكن نادي الجنوب من استعارة لاعب الوسط الإيفواري حميد تراوري ابن 23 عام من بورنموث، ولاعب الوسط البلجيكي لياندر ديندونكر البالغ 28 عاماً من أستون فيلا. غابرييل موسكاردو إلى باريس سان جيرمان.
مقابل 20 مليون يورو، حسم سان جيرمان توقيعه مع لاعب الوسط البرازيلي قادما من كورينثيانز، ووقع صاحب 18 عاما عقدا مع النادي الباريسي حتى صيف 2028 على أن يستمر في صفوف كورينثيانز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. رينان لودي إلى الهلال. بعد 5 سنوات قضاها في ملاعب القارة العجوز، يخوض الظهير الأيسر البرازيلي مغامرة جديدة في دوري روشن بعد مغادرة مارسيليا والانضمام للهلال السعودي مقابل 23 مليون يورو. كما سيرتبط صاحب 25 عاما بعقد مع الزعيم يمتد حتى صيف 2027. جادون سانشو إلى بوروسيا دورتموند. بعد توتر علاقته مع الهولندي تين هاج ما أدى لتجميده في فترته الأخيرة بأولد ترافورد، عاد الجناح الإنجليزي سانشو إلى ناديه السابق بوروسيا دورتموند كمعار من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم مقابل 4 ملايين يورو، مع عدم وجود بند للشراء. وبالإضافة لصاحب 23 عام، عزز النادي الألماني صفوفه أيضا بالحصول على خدمات الظهير الهولندي إيان ماتسن ابن 21 عام كمعار من تشيلسي حتى نهاية الموسم. إيريك داير إلى بايرن ميونخ. بناءً على طلب المدرب توماس توخيل، توجه بايرن ميونخ لضم المدافع الإنجليزي من توتنهام بعقد قصير الأمد حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 4 ملايين يورو، مع إمكانية تمديد العقد لعام إضافي. وبذلك يلحق صاحب 30 عاماً بزميله السابق هاري كين، مع العلم أن داير ظهر في مباراتين مع الفريق حتى الآن. آرثر فيرميرين إلى أتلتيكو مدريد. بعد مفاوضات لم تدم طويلاً، تفوق أتلتيكو مدريد على برشلونة في السباق لأجل الموهوب البلجيكي ليوقع معه حتى صيف 2030 مقابل 18 مليون يورو قادماً من رويال أنتويرب، الذي خاض معه ابن 18 عام 32 مباراة هذا الموسم، سجل بها 2 وصنع 6. كالفين فيليبس إلى ويست هام. بحثاً عن فرص المشاركة بشكل منتظم، قرر لاعب الوسط الإنجليزي مغادرة مانشستر سيتي للعب مع ويست هام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. كما يمكن للهامرز شراء عقد صاحب 28 عام نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة وفقاً لبند خيار الشراء. ويدافع فيليبس عن ألوان سكاي بلو منذ صيف 2022، حيث خاض معه 31 مباراة سجل خلالها هدفاً وحيداً. دراغوسين وفيرنر إلى توتنهام. في صفقة كلفت خزينته 25 مليون يورو، تعاقد توتنهام مع المدافع الروماني رادو دراغوسين من جنوى على أن يرتبط ابن 21 عام مع سبيرز بعقد يمتد ل6 سنوات ونصف. كما نجح النادي اللندني أيضاً في حسم تعاقده مع الجناح الألماني تيمو فيرنر البالغ 27 عاما كمعار من لايبزيغ حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء مقابل 17 مليون يورو. ساشا بوي إلى بايرن ميونخ. لتعزيز الرواق الأيمن، حصل بايرن على توقيع الظهير الفرنسي صاحب 23 عاماً قادماً من غلاتاسراي بعقد يمتد حتى صيف 2028 مقابل 30 مليون يورو، علماً بأن ساشا يجيد أيضاً اللعب كظهير أيسر، وخاض 31 مباراة مع أبناء إسطنبول هذا الموسم سجل بها 2. نختم هذا الفيديو بإشارة سريعة لبعض صفقات الإعارة البارزة، حيث حصل إشبيليا على خدمات التونسي حنبعل المجبري كمعار من مانشستر يونايتد، مع ضم زميله ماتيو ميخيا بشكل نهائي. كما استعار لوسيان أغومي من إنتر ميلان، هذا وانتقل ديفيد داترو فوفانا كمعار من تشيلسي إلى بيرنلي، كيهرير كمعار من ويست هام إلى موناكو، فابيو كارفاليو كمعار من ليفربول إلى هال سيتي، إضافة لغونزالو جيديش كمعار من وولفرهامبتون إلى فاياريال، أنخيلينو كمعار من لايبزيغ إلى روما، وبورخا إغليسياس كمعار من بيتيس إلى ليفركوزن.